يعني انا قلبي كان حرقك من كتر الراجل ده ما بيصدر لك حاله ابداعيه كوميديا من الفرس. انت لما تشوف والله العظيم خلي بالك انا كنت عايز هشام جمال يكون موجود معانا عشان يقول له ازاي الكاركتر ده ما ياخدش اوسكار. ده شوفوا في لقطات بانتومايم هيعملها دلوقتي والله ما في ممثل يعملها. ايوه جامد جدا. وبعدين انت ايه انت اصلا كانك ستاند اب كوميدي. هنشوف اول هنشوف اثنين او ثلاثه فيديو هنعلق عليهم من منظور مختلف. سيبك بقى من احتفائنا بالفوز قد ما نشوف ازاي الانسان يستطيع ان يحول مشكلته الى شيء ساركازم خالص يمكن ان يسخر منه ويعدي. استاذ عمرو اديب حاجه اتكلم فيها في الموضوع ده يعني عشان بس ما حدش يعني وهتسمعوا عن الموضوع ده كتير الليله دي. طبعا اللي بيجرى ايه انه انتوا مش واخدين بالكم بتطلع اجيال فالولد من دول طفل مثلا انا في طفل اعرفه مثلا اعرفه كويس يعني الطفل ده طلع لا الاهلي قاعد بيكسب فقرر يبقى اهلاوي يعني ما هو الطفل يعني على الابطال يعني ايه اللي هيخليه يروح يشجع الزمالك؟ فاللي بيحصل تناقص في الاجيال بتاعت نادي الزمالك لانه كل ما يعني انا مثلا انا بقيت زملكاوي ليه؟ لاني طلعت كان بقى في ايه؟ حسن شحاته وفاروق جعفر لا شفت فاروق جعفر لما راح رازع الكوره في مروان والاستاد راح واقع وفاروق جعفر كان عنده 16 سنه يا ساده انا قاعد امن في مكتبي دخل عليا مجدي عبد الغني عموره طب ايه اللي وز ده انت عضو اتحاد كور في ايه عموره طب انا ناقص جبت جون في كاس العالم وخلصنا كمان عمرو في ايه ما هو ايه يا كابتن قال لك ده لسه كمان كنا مغلوبين 3-0 تقول لسه كمان ايه قال لي لا انت هتشوف والضحكة الشيطانية ايه وانا تعمل فيها كده ليه انا انسان يعني محب للحياة انسان يعني في اخر حياتي معدي 50 مركب دعامة خلاص يعني مش ناقص كمان مجدي عبد الغني يبقى بيشتغل معايا في نفس المحطه ويخش عليا المجد يقتحم ده تحرش كل سنه وانتم طيبين لجمهور الاهلي والنادي الاهلي اما احنا فلينا الصبر والسلوان وعلى فكرة فعلا حسام البدري لازم يتغير حقيقي بجد صحيح مش كويس أوي ثلاثة لا مش هو مش ده مستوى لا 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 بصراحة انت عارف القفلة الأخرانية دي بتلخص حاجات مهمة جدا كيف أن جمهور الأهلي بعضه غير راضي عن حالة النادي الأهلي وتصرفات المدرب اللي ما زال يحقق نتائج إيجابية أنا شايف إن دي نوع من الرفاهية لما يقارنوا بقى مدرك دهشة الأستاذ عمرو أديب مؤكد إن حسام البدري مدرب كبير مؤكد يعني واحد ممكن يقول لها عشرات الأسباب العلمية والمنطقية والكروية يعني بيتحرك إزاي في الملعب بيعمل تغييراته إزاي التكتيك بيتغير إزاي ازاي بيفكر في الاختراقات وفي صناعه المساحات لان المهارات اللعيبه لوحدها مش كفايه لان الرياضه على عموم كره القدم هي علم فيها جزء علمي لازم جانب الجزء الفني اللي هو اللاعب يجيب بمهاره فرديه اجوان لكن هي علم لان هي كلها قايمه على فكره ازاي تصنع مساحه في مناطق شديده الحساسيه عند الخصم يتاح لك منها فرصة التسجيل. أنا لو اتفرجت على لعيبة الأهلي تقييمي يعني هتفرج على لعيبة الأهلي في المباراة كم مرة يصلون إلى مرمى الخصم في كل المباريات حتى أنا بتكلم على كل المباريات بشكل عموم بشكل عموم كم مرة يصل إلى المرمى المنافس بخطورة وبالتالي أقدر أقيس أقول المدرب ده عشان كده لما جم يتكلموا على إن الزمالك كان كويس في ماتش الأهلي والزمالك قال لهم بأمارة إيه؟ هاتوا لي أمارة واحدة. أنا عايز أمارة واحدة.
انه كان شكله مختلف وشكله جديد وشكله سعيد. ده ما فيش قدره على الاختراق نهائي. يعني ما فيش ما عرفش يصنعوا اي مساحه في خط دفاع الاهلي طوال 90 دقيقه. وعلى فكره كان ممكن ضربه الجزاء ما تجيش، يعني لو انا لولا ان كان حد الدفاع من مؤمن زكريا. مش انتقاص من حق نادي الزمالك، هو احنا يعني احنا كنادي اهلي نادي كبير. لا احنا بنتكلم على الكوره يعني. انت زمالك لا فرقه كبيره طبعا. لا اصلا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني احنا يعني انا مثلا ماتش 6-1 انا كنت في الاستاد. 6-1 كنت في الاستاد، وده يمكن احلى ماتش حضرته في حياتي في الاستاد، لان احنا كنا رايحين كمان باشمهندس عدلي رايحين نخسر. مسلمين. انت رايح اصلا انت مش لاقي لعيب تنادي عليه. انت عندك بينادوا حسام، اوكي حازم، اوكي ابراهيم، اوكي جمال حمزه. انت عندك كان ابراهيم سعيد اللي بيجي لنا بس لما من النادي، وما كانش الفرقه يعني كان لسه حتى رضا شحاته والناس مش نجوم يعني. مش مسمعه لسه. كانت لسه يعني بعد كده نجوم. بس خالد برضه كان لسه مش خالد. يعني ده كان لسه. بدايه انت هو ده اللي عامل علاقته بالجماهير حتى. ساعة ماتش الستة انت كنت خارج 6-1 ده يعني 6-1 مش هتكلم عليها اكثر من كده. ساعتها انت فرحان جدا ماتش 3-0 الاخراني. لا انت عايز نادي الزمالك يقوم. يعني انت كاهلاوي مش زي ايام ماتش الستة، لا انت عمال تدوس وكسبناكوا 6 وعملنا ومش عارف ايه وايه. لان احنا كنا في الموقف المعكوس.